أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن جميع الإجراءات المتبعة لإصلاح أوضاع صناديق التقاعد في مملكة البحرين هي إجراءات منطقية وموضوعية وتستند إلى آراء خبراء مختصين في هذا المجال، تهدف للحفاظ على مكتسبات المواطن تحت مختلف الظروف. إحنا عندما نأتي لنتخذ قرارات لتعديل المسارات يجب أن نكون موضوعيين، ويجب أن نستند إلى رأي الخبراء في هذا المجال. فلما يأتي الخبير الاكتواري ويحذر من هذا، من أن هذه الصناديق تتعرض إلى الاستنزاف وبالتالي قد تتوقف عن الوفاء بالتزاماتها، فيجب أن نحترم هذا الرأي ويجب أن نأخذ به حتى لا تحل الكارثة، وبدل أن نقبل بالقليل بالتضحية بالقليل نضحي بكل شيء. أنا في رأيي إن اليوم، وأنا أراهن على المواطن ووفاء لبلده ووفاء إلى قيادته، ولذلك أنا أعتقد لما تصل له الحقائق كما يجب أن تصل سيقف فعلا يعني إلى صف هذا المرسوب وإلى صف إنقاذ هذه الصناديق من الكارثة التي قد تتعرض لها لا سمح الله إذا لم نقم فعلا بالإصلاحات العاجلة المطلوبة. ليس هناك تأثير على حق مكتسب، كل الحقوق ما زالت موجودة، بل هناك إصلاحات لاستدامة هذه الصناديق واستمراريتها. ها، والمفترض على الدولة أن تقوم بمراجعة هذا الأمر بشكل دوري، وليس كل مثلا 10 سنوات، لا بالعكس كل 3 سنوات 4 سنوات حسب ها يعني نسب التضخم الموجودة في الدولة، وتراجع أيضا الاشتراكات أيضا يجب أن تكون موازية مع ما سيحصل عليه المتقاعد بعد ذلك. ما يصير متقاعد يحصل على يدفع مبلغ صغير ومن ثم يحصل في نهاية الأمر على مبلغ كبير، لأن إحنا الحق إذا كان هو مستمر ومستمر الصناديق هي وظيفتها استمرار في دفع استحقاقات نقدية وليس وظيفتها إثراء الشخص المتقاعد. لذلك فكرة الضمان الاجتماعي الفعال هو الاستمرارية، هو مفتاح التنمية في عملية الاستمرارية ليؤثر على الحقوق، على الحق الاجتماعي والحق الاقتصادي إلى مدى طويل، وليس الفكرة منها أنه يحصل أشخاص ومن ثم تتوقف هذه الفكرة. وهذا أيضا يعني حتى التزامات مملكة البحرين، سواء التزامات تجاه شعبها بموجب الدستور، نص المادة 5 فقرة جيم من الدستور تكفل الدولة الضمان الاجتماعي، يعني هي التي تقوم بعمله، فهي تضمن أن هي هذا الضمان الاجتماعي يكون مستمر وفي هناك تدفقات مالية للأشخاص المتقاعدين حتى تقيهم العجز والشيخوخة والبطالة وباقي الأمراض والفاقة. حتى الدستور عندنا يقول لك الجهل ها والفاقة.